السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. اخبار جديده، تسريبات حماسيه اكيد وكالعاده في حلقه جديده من موجز تكنولوجيا. حلقه النهارده نتكلم عن تسريبات حماسيه جدا من سامسونج، نتكلم كمان عن شويه تطورات في مشكله هواوي، نتكلم كمان عن اخبار من جوجل وغيرهم. يلا بينا. ولكن قبل ما نبدا خلينا اعرفكم على حاجه بصراحه لطيفه جدا. طبعا احنا بقالنا كتير جدا ما عملناش فيديوهات لايف، يمكن ما عملناش ولا مره فعليا السنه دي، وبقالنا كتير برضو مش منتظمين قوي في فيديوهات الاسئله والاجوبه، ولذلك انا عندي حل لطيف جدا هيجمع لنا الاثنين دول مع بعض. في ابلكيشن جديده اسمها هاكونا، دي ابلكيشن بتاعت لايف برودكاست، يعني اي حد ممكن يطلع عليها لايف ويتفاعل مع الناس وما الى ذلك. لكن الابلكيشن دي فيها فكره جديده جدا ومختلفه. مشكله فيديوهات اللايف التقليديه اللي كنا بنعملها قبل كده ان انا ما بحسش فيها بانتراكشن او تفاعل قوي، يعني بمعنى ان لما بطلع لايف انتوا بتردوا عليا بكومنتس، والكومنتس بتعدي بسرعه جدا ما بلحقش اقراها، فبحس ان انا بكلم نفسي، فبيكون الحوار كده من طرف واحد ومش لطيف. لكن الميزه القويه اللي عجبتني في ابلكيشن هاكونا ان هيكون فيه تفاعل حقيقي، بمعنى ان انا هطلع لايف واي واحد فيكم مثلا عنده اسئله او عايز مثلا يجاوب عليا في حاجه او عايز يضيف اي كلام يقدر يكلمني بصوته، يطلع صوته طبعا معانا في اللايف، او حتى كمان تقدر تطلع معايا في الفيديو، يكون انت موجود في الفيديو وانا موجود في الفيديو، مثلا تسالني سؤال نتحاور مع بعض وبعد كده حد تاني يشارك، فيكون في فعلا حوار حقيقي. الفكره دي بصراحه عجباني جدا، شايف انها هتخلي اللايف احلى بكتير من العادي وهيكون حماسي اكتر بكتير. كتير منكم في الكومنتس على الفيديوهات بتقولوا لي احنا عايزين نقابلك وعايزين نتكلم معاك، وانا اكيد طبعا عايز اقابلكم كلكم، وشايف ان دي ممكن تكون فرصه لطيفه ان احنا نعمل حاجه زي التجمع كده على اللايف ونتكلم في اي حاجه احنا عايزينها. هنتكلم اكيد على اقوى الاخبار التكنولوجيا الجديده اللي حوالينا، وطبعا كل التسريبات الحماسيه، ويا ريت كمان تجهزوا لي اقوى اسئلتكم عشان نعمل فيديو الاسئله والاجوبه لايف. هاكونا ابلكيشن سهله، الكواليتي بتاع اللايف هناك كويس جدا، طبعا ابلكيشن فري، اي حد يقدر ينزلها دلوقتي حالا على الايفون او على الاندرويد، واكيد هسيب لكم كل الروابط تحت الفيديو، يا ريت طبعا تنزلوها دلوقتي عشان ان شاء الله انا هطلع لايف قريب جدا، او الاحسن خلينا ننظمها، انا هطلع معاكم ان شاء الله لايف على هاكونا بكره وبعده، يعني يوم 7 ويوم 8، ونخليها ان شاء الله الساعه 12 الا ربع بتوقيت الكويت والسعوديه، يعني هيكون الساعه 11 الا ربع بتوقيت مصر. عشان التزم معاكم كده بجدول من دلوقتي، خلينا ان شاء الله برده نكررها تاني الويك اند اللي جاي، نخليها مثلا يوم 13 و14، برده ان شاء الله في نفس المواعيد، 12 الا ربع كويت والسعوديه، 11 الا ربع بتوقيت مصر. فياريت اكيد ما تنسوش تنزلوا ابلكيشن هاكونا عشان نعمل لايف حماسي ان شاء الله، وزي ما قلت لكم هتلاقوا الروابط كلها موجوده تحت الفيديو. ونبدا مع سامسونج وتسريبات من مصادر قويه جدا لجهاز انا عارف ان كتير منكم متحمسين ليه جدا، الجهاز ده طبعا هو الجالكسي نوت 10. النوت 10 طبعا تسريباته منتشره خلال الفتره اللي فاتت، وسمعنا عنه حاجات كتير، سمعنا ان هو هيجي في كذا نسخه، هيكون في نسخه 5G، هيكون في نسخه صغيره كمان السنه دي باسم نوت 10 اي، غالبا هيكون في كمان احتماليه ان هو ينزل من غير زراير، سمعنا حاجات كده غريبه. ولكن دلوقتي عندنا تسريبات جديده، التسريبات دي جايه من مصدر زي ما بقول لكم قوي جدا، هو طبعا اون ليكس، ومن خبرتنا بتسريباته السابقه تقدر تقول مثلا 99% التسريبات دي شبه حقيقيه. التسريبات دي عباره عن ريندرز او رسومات 3D اللي ممكن تعتبر مثلا مخططات المصنع للجالكسي نوت 10، زي ما بقول لكم هي تسريبات فعلا تديك المنظر النهائي للموبايل، ومن اول نظره هتحس ان الصور قريبه جدا من الصور اللي شفناها مؤخرا في التسريبات الاخيره، بالذات مع موضوع الكاميرا الاماميه اللي في النص بالظبط، ولكن في فروقات اساسيه. خلينا نتكلم الاول على الفريم او الهيكل بتاع الموبايل، عشان الموبايل ده واضح انه هيكون مختلف عن اي حاجه عملتها سامسونج قبل كده. شكل الموبايل من الوش يعتبر مستطيل جدا مع زوايا تعتبر شبه قايمه، واختفت تماما الزوايا الدائريه اللي احنا متعودين عليها تقريبا في كل موبايلات سامسونج. لما نكمل الجوله حوالين الفريم بتاع الموبايل هتلاقي ان الزوايا القايمه دي جايه نتيجه ان الفريم بتاع الموبايل من فوق وتحت جاي فلات او مسطح تماما. الوش وظهر الازاز بتاع الموبايل كمان جاي بانحناءات تعتبر قويه جدا على فريم رفيع جدا من المعدن، شبه اللي شفناه مثلا على نسخه ال 5G من الجالكسي S10. بس قبل ما نتكلم على بقيه عناصر التصميم في الجالكسي نوت 10، انا شايف الصراحه ان تصميم الموبايل بيجمع ما بين موبايلين يعني في بالي جدا. اولا الهواوي بي 30 برو برده كان بيجي مع فريم مسطح جدا من فوق ومن تحت، ولكن الفريم كان بيلف شويه كده عند الاطراف، فيعني ده الفرق الاساسي بين الاثنين، هنا يعني الفريم مسطح تماما لحد الاخر. في تشابه قوي كمان بين الموبايلين وهو الكاميرات، الثلاث كاميرات اللي في الظهر اللي جايين تقريبا بنفس المنظر بالظبط، هنتكلم عليهم دلوقتي. الموبايل الثاني اللي بيفكرني بيه تصميم النوت 10 هو موبايل قديم جدا يمكن مش كل الناس تعرفه،
هو النوكيا N9، طبعا مع فارق المواد المستخدمه وفارق شكل الشاشه الرهيب جدا، لكن برضه تحس الشكل العام لجسم الموبايل واحد، يعني مسطح جدا من فوق ومن تحت، وبرضه عندك ايدج او انحناء من الجنبين جاي برضه من ناحيه الشاشه ومن الناحيه الثانيه، يعني فكرني بيه كده شويه. المهم نرجع تاني نتكلم عن النوت 10، ويمكن اكتر حاجه واضحه في شكل الشاشه كده من التصميم من الوش، وطبعا مكان الكاميرا الاماميه دلوقتي بقت في النص بالظبط. التسريبات بتقول ان كل موديلات الجالكسي نوت 10 هتيجي مع كاميرا واحده بس في النص، مش زي الجالكسي S10 بلس اللي كان بيجي طبعا مع فتحه عريضه شويه، هنا هتكون واحده بس. والتسريبات كمان بتقول ان سامسونج لقت طريقه انها تصغر مقاس الفتحه بتاعت الكاميرا الاماميه. من الحاجات كمان المهمه اللي تقدر تلاحظها في تصميم النوت 10 وتعتبر مختلفه برضو عن الجالكسي S، وهي البيزلز. البيزلز حسب التسريبات وزي ما انتم شايفين المفروض انها هتيجي بمقاس واحد، هتكون بمقاس متماثل حوالين الشاشه كلها، بمعنى كده مش هيكون عندك البيزل السفليه الاكبر شويه اللي بنشوفها دلوقتي في غالب الموبايلات، البيزل اللي فوق هتكون قد البيزل اللي تحت بالظبط، المفروض البيزلز الجانبيه ما بتبانش قوي اساسا مع الايدج. دي حاجه بصراحه انا شايفها لطيفه جدا في التصميم الجديد، تغيير يعتبر كويس واللي بيخلي الناس عامه تتخيل كده او تحس ان الايفون 10 او ال 10 اس ما فيهمش بيزل سفليه، انها بتخلي البيزلز كلها حوالين الشاشه مقاس واحد، فما تحسش ان في بيزل سفليه اكبر شويه، تحس انها كان المفروض تصغر عن كده، ما تكون كلها مقاس واحد تحس كده مريحه للنظر اكتر. لما تبص على الفريم بتاع الموبايل من تحت هتلاحظ وجود طبعا مكان الاس بن، وطبعا مكان السماعه الثانويه او السماعه الاساسيه اللي بتشغل ستيريو مع سماعه المكالمات. لكن ما زال برضه في معلومات مهمه، لما تبص على الفريم بتاع الموبايل هتلاقي زرارين، زرار الباور وزرار الفوليوم، ده طبعا بيلغي التسريبات اللي سمعناها قبل كده ان النوت 10 هيجي من غير زراير، لكن مصدر التسريبات بيقول ان فعليا سامسونج كان عندها عينات للموبايل من غير زراير، ولكن استقرت في النهايه انها تستخدم زراير تقليديه. بس في زرار فعليا اختفى، لو انت طبعا عارف موبايلات سامسونج اكيد هتلاحظ ان زرار بيكسبي مش موجود في الجالكسي نوت 10، سامسونج هتلغي زرار بيكسبي، ودي حاجه ما اظنش ان اي حد هيفتقدها ابدا. لكن اللي انا متاكد ان ناس كتير هتفتقده وهتزعل عليه وهتعمل ضجه كبيره، ومدخل 3.5 مللي دلوقتي تاكد ان هو مش هيكون موجود في النوت 10، الموبايل هينزل فعليا من غير مدخل سماعات، ده هيكون اول واحد في سلسله النوت ينزل من غيره، وهيكون فعليا او غالبا اول موبايل من كتير من الموبايلات بعد كده من سامسونج. طبعا على قد ما دي حاجه ممكن تكون مؤسفه جدا لناس كتير، ولكن برضو دي حاجه ممكن تعتبرها متوقعه، كل الشركات دلوقتي بتتجه فعليا للوايرلس، ومدخل السماعات بقى بيتلغي من غالب الموبايلات. بشكل عام في رايي الشخصي التصميم الجديد شايف ان هو لطيف، حاسس ان الزوايا الحاده تعتبر لايقه شويه اكتر على سلسله النوت عن الانحناءات اللي دايما متعودين عليها من سامسونج. موضوع الكاميرا الاماميه اللي في النص مش عارف الصراحه هتكون سهل ان الواحد يتعود عليها بعد كده ولا لا، ولكن مكانها الجديد بيسهل موضوع النوتيفيكيشنز وموضوع الساعه وعلامات الشبكات وما الى ذلك، هي يكون مكانها بعيد عن كل الكلام ده. كمواصفات النوت 10 متوقع طبعا ان هو ينزل مع سناب دراجون 855 او نسخه جديده من اكسينوس اللي هتكون باسم 9825، دي تعتبر نسخه محسنه عن 9820 اللي كانت طبعا في الجالكسي اس 10، دي المفروض هتديك اداء احسن شويه، وكانت هتتصنع بطريقه 7 نانومتر مش 8 زي الجيل اللي فات. الرام طبعا متوقع ان هو يوصل ل 12 جيجا بايت، المفروض كمان النوت 10 هيجي مع نظام شحن اسرع عن الجيل اللي فات. بالنسبه للكاميرات ففي تسريبات بتقول انها مش هتكون مختلفه كتير عن اللي شفناها في الجالكسي اس 10 بلس، هتكون برده 12 12 16 زي الجيل اللي فات، يمكن مع شويه تحسينات لسه هنشوف. متوقع ان شاء الله ان سامسونج تعلن عن النوت 10 في شهر اغسطس، وطبعا اذا ظهرت ان شاء الله اي معلومات هنقلها لكم اول باول. بس حابب اسمع اراء الفانز بتوع النوت، شايفين التصميم ده حاجه لطيفه؟ هو ده الحاجه اللي انتوا كنتوا مستنيينها ولا لا؟ يا ريت تسمعوني في التعليقات. في شويه اخبار تانية كمان صغيره كده ومتفرقه من سامسونج، فاكرين الجالكسي هوم السماعه السمارت المفروض تحطها في البيت عندك وتشتغل عن طريق بيكسبي، سامسونج اعلنت عنها السنه اللي فاتت في شهر اغسطس، وكان المفروض تنزل في اوائل السنه ولكن اتاخرت، دلوقتي اخر تقارير بتقول انها هتنزل في اواخر السنه، فلو حد فيكم مستنيها في الغالب جدا ممكن تبدا تتباع مع الاعلان الرسمي عن النوت 10. في خبر تاني كمان يعتبر حماسي جدا من سامسونج، المفروض شركه سامسونج دلوقتي وقعت اتفاقيه مع شركه AMD، طبعا الشركه المشهوره اللي بتصنع الجرافيكس كارد للكمبيوترات واللابتوبات وحتى البلاي ستيشن. شركه AMD طبعا عندها كروت الشاشه المشهوره باسم راديون، لكن دلوقتي الشركه عندها نظام جديد اسمه RDNA. الخلاصه في الموضوع انك ممكن قريبا جدا تشوف موبايلات سامسونج تنزل مع كروت شاشه من شركه AMD، وكروت الشاشه دي المفروض انها هتديك اداء احسن وهتوفر لك كمان في الطاقه اكتر، طبعا ده مقارنه مع كروت شاشه اللي اسمها مالي لسامسونج دلوقتي بتستخدمها جوه بروسيسورات اكسينوس. طبعا المالي جي بي يو دول من تصميم شركه ارم، ولكن المفروض بقى في بروسيسورات اكسينوس القادمه نشوفها تستبدل بالار دي ان اي من شركه AMD، ده ممكن يدينا طبعا قفزه في الاداء زي ما قلنا،
واحتمال نشوفها على النوت 10 اللي جاي. نكتفي بهذا القدر من سامسونج، وخلينا نحاول دلوقتي على هواوي وناخد كده اخر التطورات السريعة في الموضوع. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا ان مشاكل هواوي ممتدة من موضوع الموبايلات طبعا، ومشاكل اندرويد وما الى ذلك، الى كمان مشاكل في موضوع الفايف جي وتوريد معدات الفايف جي لدول كتير زي اليابان. يعني بعد ما كان المفروض ان شركة هواوي تورد معدات الفايف جي لشركة سوفت بانك الكبيرة جدا اليابانية، شركة سوفت بانك سحبت الموضوع ده وقررت انها تدي المسؤولية دي لشركة نوكيا وشركة إريكسون. لكن برضو مش كل الاخبار وحشة بالنسبة لهواوي. دلوقتي ظهر زبون جديد قوي لهواوي لتوريد معدات الفايف جي وهي روسيا. مؤخرا جدا هواوي وقعت عقد مع شركة MTS اكبر شبكة اتصالات موجودة في روسيا، عشان هي اللي هتورد معدات الفايف جي لتطوير الفايف جي طبعا في البلد. وفي اخبار تانية كمان من هواوي. كم يوم كده كنا سمعنا ان هواوي طلبت من مصنع فوكس كون ان هو يقلل اعداد الموبايلات اللي بيصنعها او يوقف عملية الانتاج تماما لبعض الاجهزة. طبعا ده يعني على اساس ان هيكون في تخوف دلوقتي من الاجهزة وممكن الطلب عليها يكون اقل بكتير من قبل كده. ولكن طلع مصدر مسؤول دلوقتي من هواوي واكد ان كل الكلام ده اي كلام، شركه مستمره بنفس الانتاج بتاعها بنفس القوه اللي شغال عليه من قبل المشكله بتاعت امريكا. بالاضافه كمان ان هواوي اعلنت ان اكتر من 80 مليون جهاز من اجهزتها الموجوده مع الناس شغالين دلوقتي مع اندرويد 9 مع اي ام يو اي 9. كتير كمان من موديلات هواوي اللي فاتت الايام دي بيوصل لها اندرويد 9. الابديت بيوصل دلوقتي مثلا لاجهزه زي الميت 9 والميت 10 والبي 10 وغيرها. هواوي كمان بتاكد ان على اخر الشهر عدد الاجهزه هيوصل ل 100 مليون جهاز شغالين مع اندرويد 9. دي حاجه كويسه، وطبعا لحد دلوقتي الموبايلات دي شغاله الابديتس عادي جدا وشغاله مع خدمات جوجل من غير اي مشكله. ولكن طبعا برضو زي ما انتم عارفين لسه مش مؤكد ابدا هل الابديتس دي برضو هتستمر مع اندرويد 10 اللي هو اندرويد كيو ولا لا، لسه هنشوف. ونحول الاخبار دلوقتي على جوجل. فاكرين ستيديا، نظام الستريمينج بتاع الجيمز اللي جوجل اعلنت عنه من فتره، ان انت هتقدر تلعب الجيمز بتاعتك على الكمبيوتر او على الموبايل بتاعك حتى او على اللابتوب او على اي حاجه وتنقل نفس الجيم بين اي شاشات بسهوله جدا. وتخيل ان هو يكون حاجه شبه مثلا نتفليكس، تختار اي جيمز انت عايزها وتلعبها من اي مكان. دلوقتي عندنا تفاصيل كامله للموضوع. جوجل النهارده اونلاين، وقبل ما يبدا E3 مؤتمر الجيمز العملاق جدا بتاع كل سنه واللي جاي السنه دي ان شاء الله يوم 11، اعلنت عن تفاصيل كتير عن ستيديا. وبصراحه بعد ما سمعت التفاصيل حسيت الموضوع مش زي ما كنت متخيل، مش هو نتفليكس الجيمز اللي انا كنت مستنيه. خلينا اشرح لكم الموضوع ببساطه. زي ما هو كان متوقع، الموضوع المفروض انه هيكون باشتراك. الموضوع هيتقسم لثلاث فئات. الفئه الاساسيه اللي جوجل ركزت عليها اسمها ستيديا برو، ودي الاشتراك بتاعها $10 في الشهر، تقريبا نفس اشتراك نتفليكس. مع الستيديا برو تقدر تستريم الجيمز لحد 4K 60 فريم في الثانيه مع سراوند ساوند 5.1. دي حاجة ممتازة، ولكن عشان تشغله بالمواصفات دي محتاج انترنت سرعته اقل حاجة 35 ميجا في الثانية. طبعا سرعة زي دي مش متوفرة عند كل الناس خالص، ممكن مثلا ما ينزل 5G بعد كده الموضوع يبقى اسهل، ولكن حاليا طبعا دي مش متوفرة في اماكن كتير. ولكن الحاجة الغريبة هنا، الحاجة اللي انا بقى يعني طلعت مش فاهمها مظبوط، ان $10 دي مش هتفتح لك كل الجيمز اللي انت عايزها. لا، $10 دي مثلا ممكن تعتبرها زي اشتراك البلاي ستيشن نتورك بلس، يعني هيجي لك كل شهر شويه جيمز فري، لكن مش شرط تكون جيمز كبيره، ويجي لك كمان شويه تخفيضات على الجيمز الاساسيه. لكن اذا في جيم جديده مثلا نزلت على ستيديا عايز تلعبها، لازم تدفع فيها السعر الكامل، يعني هتشتريها مثلا ب $60 عشان تعملها ستريمينج عندك في اي جهاز. الميزه الاساسيه في صالح ستيديا انك تقدر تلعب الجيم مثلا انت اشتريتها دي على اي جهاز، على الموبايل او على كروم براوزر، على اي لابتوب او على اي حاجه زي كده. ولكن طبعا المشكله انك لازم تكون محتاج انترنت عشان تشغلها اساسا، بعكس طبعا اي كونسول. لو اشتريت الجيم اقدر العبها في اي وقت من غير انترنت، غالب الجيمز يعني. الفئه الثانيه من جوجل ستيديا دي هتنزل سنه 2020، ودي هتكون فري، مش هتدفع اشتراك شهري، ولكن برضو مش هيجي لك الجيمز الشهريه الصغيره. لو عايز تلعب اي جيم بالنظام ده من ستيديا لازم تشتري الجيم بسعرها الكامل، وتقدر تلعبها برضو على موبايلك او على اللابتوب زي ما قلنا، لكن الريزولوشن هنا هيكون اخره فول اتش دي بس. طبعا هتحتاج نت اقل شويه، المفروض ان هنا هيكون 10 ميجا في الثانيه. والفئه الثالثه من جوجل ستيديا، ودي اللي متوفره حاليا انك تعمل عليها بري اوردر، دي سعرها يكون $130. مع الفئه دي هتاخد نسخه من الكنترولر بتاع ستيديا، هتاخد كمان كروم كاست الترا اللي بتشغل لك 4K على التلفزيون، تاخد نسخة كمان من ديستني 2 كاملة عشان تقدر تلعبها، وتقدر كمان تاخد اشتراك 3 شهور من الستيديا برو اللي اتكلمنا عليها من شوية، وعندك كمان اشتراك تاني تشيره لأي واحد من صحابك. خدمة ستيديا هتبدأ توفر فعليا ابتداء من شهر نوفمبر، ولكن لسه مش في العالم العربي، هتوفر في أمريكا وبعض الدول الأوروبية،
وجوجل اعلنت عن شويه من الجيمز اللي هتكون متوفره في البدايه. من الحاجات المميزه اللي لاحظتها مثلا عندك لعبه ريج 2، عندك لعبه وولفنشتاين، عندك ديستني 2 زي ما قلنا، عندك مترو اكسيدس، لعبه جريد بتاعت السيارات، توم بريدر الجديده، وشويه حاجات تانية. فاتضح يعني شويه دلوقتي الشكل العام مع ستيديا. وزي ما قلت لكم ما تعتبرش نتفليكس الجيمز زي ما فكرناها في الاول، ولكن تعتبر مثلا تدفع اشتراك مقابل ان انت ما تشتريش الكونسول، تقدر تلعب الجيم على اي جهاز. لكن طبعا في الاول في الاخر نجاح حاجه زي دي هيعتمد جدا على الجيمز اللي هتنزلها جوجل على ستيديا، وطبعا اذا عندها جيمز اكسكلوسيف بحيث تحمس الناس انها تشترك في خدمه زي دي او تجربها فعلا بعد كده. وبس مع هذا الخبر نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه من موجز التكنولوجيا. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش لايك عليه، تنسوش تشتركوا في القناه، شغلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اول باول. يا ريت كمان تابعوني على انستغرام، فيسبوك، تويتر، رابط كلها هتلاقوها تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.